السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أستأنف معكم سلسلة تغطياتي عن مناقب وفضائل شهداء غزوة أحد، واليوم سنأخذ شهيدين اثنين، أب وابنه، وهما الصحابيين الجليلين عمرو بن قيس وابنه قيس رضي الله عنهما وأرضاهما. أبدأ مستعينا بالله فأقول: اسم الأب هو عمرو بن قيس بن زيد بن سواد، وقيل سواد ابن مالك بن غنم الأنصاري الخزرجي النجاري. شهد هو وابنه بدرا في أقوال، ولا خلاف في أنه شهد أحد هو وابنه، واستشهد معا في هذه الغزوة، وقتل الأب نوفل بن معاوية الديلي. تزوج عمرو بن قيس من أم حرام بنت ملحان، وهي أخت أم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، فولدت له عبد الله، وولدت له ولدا آخر وهو قيس كما ذكرنا، وهو الذي استشهد في هذه الغزوة. أما عبد الله فارتحل إلى الشام وبقي فيها وله عقب، أما قيس فليس له عقب. طبعا لا توجد أخبار وافرة وكثيرة عن هذين الصحابيين الجليلين غير ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله في معرض حديثه عن شهداء غزوة أحد، حيث قال: ومن بني سواد بن مالك ابن غنم الأنصاري عمرو بن قيس وابنه. فرحم الله عمرا ورحم الله قيسا ورحم الله الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.